مشاهدين مساء الخير، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أكثر من سؤال. في هذه الحلقة، لماذا نسمع بالمليارات لدعم مدينة القدس وما زالت قراها دون حتى خدمات الصرف الصحي؟ كيف تتعامل الجهات الفلسطينية الرسمية المسؤولة مع واقع قرى محافظة القدس؟ وتحديدا في هذه الحلقة سنكون أكثر في المساءلة حول قرى شمال شرق القدس. هل هنالك أرقام دقيقة لعدد السكان العرب في مدينة القدس داخل الجدار وخارج الجدار؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنكون وإياكم معها في هذا اللقاء الذي نستضيف به معالي وزير شؤون القدس محافظ محافظة القدس الأستاذ عدنان الحسيني. مساء الخير. مساء الخيرات. في البداية معالي وزير شؤون القدس الأستاذ عدنان الحسيني، فيما يتعلق بمدينة القدس وعدد السكان، هل هنالك إحصائيات وأرقام دقيقة لهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإحنا منحييكم منحيي معا على نشاطاتها، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أنكم دائما تهتموا بالقدس. الواقع موضوع العدد السكان في القدس، عندنا داخل الجدار الأعداد اللي يعني اللي مؤكدة 300,000 فلسطيني، طبعا مسلمين ومسيحيين. أما خارج الجدار فالعدد يتراوح ما بين 130,000 و 140,000 في الضواحي، وبالتالي النسبة تقريبا 1:2. هذا بالنسبة لعدد السكان. طبعا بالنسبة للقرى المحيطة في القدس، مدينة القدس عددها 28 ما بين شمال غرب وشمال وشمال شرق وشرق غرب جنوب، يعني المحيط كله 28 بالإضافة إلى التجمعات البدوية. 28 قرية؟ نعم. عدد سكانهم تقريبا يعني زي ما قلت لك من 130 إلى 140 بما فيها التجمعات البدوية. نعم. المناطق المحسوبة على القدس وتقع خارج الجدار، يعني مش قرى، ضواحي. نعم القدس. نعم. يعني احنا علينا ان نعلم بانه يعني الحكومه الاسرائيليه وضعت الجدار. نعم. لانه هذا الجدار هي بتعتبره الحدود اللي بدها تضمها للقدس الغربيه، وبالتالي ما دون ذلك يعتبر يعني خارج القدس. ولكن حتى الان هم ما سلموا بذلك، لانه هم مش ما عندهمش استعداد يسلموا شيء، مش ما عندهمش استعداد يقدموا اي شيء ولا خطوه للقدام. من منطقه يعني الشمال اللي هي كفر عقب وام الشرايط، وبرضو بنتكلم عن جزء من مخيم كلانديا ومخيم شعفاط كله. نعم. احنا عندما نتكلم عن مخيم شعفاط، يعني احنا بنتكلم عن 90,000 نسمة اجمعهم هذول. نعم. 90,000 نسمة، هذول 90,000 نسمة يمثلوا تقريبا تلت على سكان القدس اللي معهم الهوية الزرقاء. وبالتالي يعني في لحظة معينة اذا كان هناك قرار بإنهاء العلاقة مع فك الارتباط مع هذه الأحياء، نحن نتكلم عن تلت عدد سكان القدس الشرقية بيصبح خارج الجدار، وبيصبح طبعا موضوع البطاقات الهوية والأوراق كيف بدها تتعالج وقتها، يعني ما بنقدرش نعرف، لأنه حتى الآن في كلام أنه يسلموا هذه المناطق للإدارة المدنية. البلدية رفضت ذلك، تقول لهم لا هذه قدس، بدايها قدس وهي لا تقدم أي خدمات لها، ولا بالعكس القضية هناك حتى إذا تدخلت السلطة الوطنية الفلسطينية لعمل أي شيء ترتيب تنظيم إدارة لهذه المناطق تتدخل سلبا لتعطيل هذا التدخل. وبالتالي هذه مناطق أنا بعتقد هي مناطق تعيش في أوضاع صعبة. نعم. وما فيش يعني بصراحة ما لناش سيطرة كاملة عليها. نعم. سنأتي لموضوع السيطرة والنفوذ والتحكم والخدمات. نعم. في هذا الجانب، ولكن يلاحظ أن هنالك فجوة بين الأرقام التي تحصل عليها الإحصاء المركزي الفلسطيني وبين الأرقام الواقعية لعدد السكان في بعض المناطق. نعم. مثلا مثل بلدة الرام، الأرقام تتحدث عن حوالي 22,000 وفق أرقام الإحصاء المركزي، ولكن وفق أرقام المجلس المحلي هنالك حوالي 65,000. نعم. يعني ثلاث أضعاف تقريبا. يعني كيف هاي الفجوة؟ الفجوة هذه تأتي أنه جزء كبير من أهل القدس، تعرف في اكتظاظ سكاني جوا الجدار،
وبالتالي الناس تتنفس من الخارج انه بيكون بيوتها في الخارج، ولكن هي لا تعلن ذلك. في اللحظه اللي بتعلن انه مركز الحياه اصبح خارج الجدار بتصبح اقامتهم اللي هي اقامه انا في رايي مش دائمه مؤقته في خطر، وبالتالي الناس بتخاف تسجل، بتخاف تروح للانتخابات، وهذا شيء نلمسه دائما. احنا بتقول لك خلينا يعني نشتغل على نار هاديه حتى ما نكشف اوراقنا والطرف الاخر بتربص وله عيون كثيره. هذه احدى الاسباب اللي بتعطي ارقام مش دقيقه. هذا بالاضافه الى انه يعني ما في شك انه في عدد من السكان انتقلوا الى داخل الجدار، يعني اللي عنده امكانيه انه يشتري بيت او يسكن في بيت انتقلوا، عندهم بيوت هناك يعني بيقعدوا فتره مش بسيطه غاد وبيجوا على بيوتهم هان. هذا وضع يعني الواقع اللي هو بغلي الارقام دائما. يعني اوراق الاحصاء الفلسطيني عن القدس داخل الجدار 245,000، بس هذا مش صحيح. يعني احنا من خبرتنا بنقول احنا الحد الادنى 300,000، واحنا احضرنا بعض الاوراق من وزاره الداخليه مثلا بتكون عن 360,000، لكن احنا هذه الاوراق يعني احنا مش عارفين هل في يعني احنا بدنا نتذكر انه من سنه 67 حتى اليوم 14,500 بطاقه هويه قد صدرت. نعم. وهذه لا تعني شخص، تعني عائله. نعم. يعني عائله كلها طلعت برا، 3-4-5 بنعرفش، وبالتالي احنا بنحكي عن 50-60,000 نسمه. هلا هذه الارقام ما زالت البطاقات اللي احنا جبنا اوراقها واطلعنا على اوراقها ما زالت جزء منها او لا؟ عشان هيك مش قادرين نحسم الموضوع لانه احنا ميدانيا لم نقم بعمل اي شيء. نعم. ولكن في اوراق من الداخليه بتقول عدد الفلسطينيين في القدس الشرقيه 360,000، ولكن ما فيش تفاصيل اكثر حتى نقدر نحسم هذا الوضع. لكن اللي نقدر نحسمه انه 300,000 بالتاكيد، والحسم الاخر انه حوالي ثلث هذا العدد هو في الاحياء اللي هي معرضه في يوم من الايام ان تخرج من حدود القدس الشرقيه من اجل تخفيض عدد السكان. نعم. السلطات الإسرائيلية تمنع حتى جهاز مثل الإحصاء المركزي أن يعمل داخل أسوار مدينة القدس أو داخل الجدار؟ ما في شك ممنوع، هذه سيادة، حتى تجميع أرقامنا ممنوع، ولا سيادة، هذا ما حد بيقدر يقرب نهائي. يعني حتى في 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 اللي تبني دراسات أو تبني احتياجات للناس، يعني هم بيحاولوا بقدر اللي بيقدروا فيه يجمعوا، ولكن علنا المصائب. يعني بالنسبة لموضوع الضواحي زي ما قلت لك، الضواحي يعني في مقدسين كتير، بعدين في مقدسين في رام الله، في مقدسين في البيرة، انت امشي في الشوارع بتلاقي سيارات مقدسية كتيرة، وبالتالي يعني ال- 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 الاعداد في اشياء كتير في منها غير واضح سري، لان الوضع في في, في القدس بتطلب انه يكون سري حتى ما يتابعوا الناس ويلاحقوهم ويصادروا اقامتهم ومن ثم يخسروا حقوقهم في القدس. نعم. ووفق ذلك في مشاكل كثيرة، مثلا مثل ما قلنا قبل شوي مثال الرام، الأرقام تتحدث عن 22,000 والواقع 65,000، هذا يؤثر على طبيعة الخدمات المقدمة من المجالس المحلية؟ طبعا طبعا، لأنه أنت والموازنة المقدمة لهم 100%، الموازنات تقدم بنسبة السكان حسب الإحصاء المركزي بالضبط، وبالتالي ويصطدموا بالواقع. الواقع، عشان هيك بتلاقي أنه أحيانا الخدمات فيها إشكاليات وفيها ضعف وفيها يعني مشاكل. انا بعتقد يعني احنا بالنسبه لنا هذه المدن اللي انا بسميها يعني تسمى باللغه الانجليزيه بفر زون، مناطق معزوله، هذه المناطق يجب ان تعامل بطريقه وبحسابات اخرى، لانه تحلل الاوضاع ايش هي وبنعرف الحقيقه. يعني هي القضيه، انا مش اني اخذ ورقه من الاحصاء واشتغل عليها وهي مش دقيقه ومش صحيحه، تنعكس على الواقع بطريقه خطا. لا، بدنا نعرف الحقيقة إيش هي. إحنا في عنا إشكاليات بتقول إنه العدد مش 22,000، مثلا العدد بتقول 45,000 خلينا نقول. نعم. لأنه في البعض انتقل. نعم. منعطيهم على 45,000 بطلع لهم 100,000 بصيروا يأخذوا 200,000. هذه بتفرق على مستوى الخدمات وعلى مستوى البنى التحتية وعلى مستوى يعني خدمات كثيرة. وبدنا ننسى وبدنا نتذكر إشي واحد، يعني قضايا الضرائب في مناطق هذه ما فيش عملية تحصيل، وهذا بضعف الإمكانية تبعتهم، لأنه برضو كل بلدية يعني هم يريدون أن يتلقوا خدمات دون أن يدفعوا استحقاقات، وبيستغلوا الوضع هذا لأنه أنت مش قادر تتابع كما يجب هناك. بقول لك أنا عندي يعني إقامة في القدس، وبالتالي بحاولوا يتهربوا من الاستحقاقات اللي عليهم. هذه مشكلة كبيرة. حتى البلدية لما بتروح على دائرة المالية أنت بكون فيها استحقاق، في كوتة عندهم لازم يعني تشبي كذا أو تشبي كذا، وبصير في نوع من الـ 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 القياس على هذا الشيء، وبالتالي البلدية اللي بتقدرش تشبي
الشيء المطلوب منها ايضا دعمها بيكون اقل وبتتاثر، وبالتالي القضيه من كلا الطرفين فيها مشكله في المناطق اللي هي محيطه بالقدس. نعم، هذا طبعا بالاساس هو نتيجه تقسيمات اتفاقيه اوسلو اللي وضعت معظم هاي القرى اما فيما يعرف بمناطق بي او مناطق سي. نعم. بالتالي الولايه والسلطه عليها مجزوءه ان لم تكن معدومه. نعم. احيانا. نعم. وبالتالي صار في هناك اجتزاء لمساحه هذه البلدات. نعم، ما في شك، ما في شك كلامك صحيح. يعني احنا لما بنيجي بنقول انه بي، انا يعني لا اجد كثير فارق بين بي وسي، لانه في اللحظه اللي انا مش قادر امارس حقي وعلي قيود في فرض القانون والحصول على الاستحقاقات المطلوبه من المواطن، ما انا بطلت فرق كتير عندي بين بي وسي. شو الفرق؟ يعني انا مثلا واحد بدفعش ضريبه عليه، ما بقدر احاسبه، ما بقدر الاحقه قانونيا، واذا بدي الاحقه بدي الاحقه عن طريق ورد في اوسلو غير مقبول ان استعين باسرائيل عشان اجيب من مواطن فلسطيني حقوقي منه، يعني غير مقبوله امام الناس ولا امام نفسي. وبالتالي يعني منطقه بي برضه فيها اشكالياتها، يعني لانه اذا ما فيش عندنا السلطات الكامله كما هو في اي، كما هو في اي، احنا بنضلنا في المناطق هذه غير قادرين انه نطبق القانون. يعني تصور بصير عندنا احداث انه بعض الناس بتخالف في بعض المحلات، نيجي بدنا نوقف المخالفه، المخالفه لا يمكن توقيفها عن طريق الشرطه الا اذا عملنا تنسيق انه الشرطه تدخل في اوعيه وكذا وبسياراتها. طب يعني وهذا الشيء مرات ممكن ياخذ 3 ايام تبقى العماره انعقدت والاعتداء حصل والاشكاليات والذيول استمرت علينا، وبالتالي كلها مضاعفات من أسوأ ما يمكن تؤثر على المجتمع، تؤثر على الحياه، تؤثر على العلاقات الانسانيه جوا المجتمع، كلها اشكاليات حقيقه من اصعب ما يمكن، ولكن هي مفروضه بحكم الاحتلال والاتفاقيات اللي ما اخذت ذلك بعين الاعتبار. نعم، وفق هذه الاتفاقيات التي لم تاخذ ذلك بعين الاعتبار جعلت عليكم الزام خدمات لهذه المناطق التي اصلا ليست لكم ولايه قانونيه. صحيح. عليها. صحيح. وهنا قد يكون مشكله كبيره. كبيره جديده. يعني كبيرة. كل المواطنين او بالغالب في مناطق سي يجلدون السلطه التنفيذيه ممثله بحضرتكم كوزير او كحكومه فلسطينيه، ولكن ليس لكم سيطره على مناطق سي وهي تطالب بالخدمات. ماذا تفعلون بهذا الجانب؟ يعني الخدمات اللي بيقدموها هي خدمات مجتزئه مش كافيه للمنطقه. هم يعني هل السلطه الاسرائيليه على مناطق سي امنيه فقط ولا يقدمون خدمات للمواطنين في تلك المناطق؟ لا يقدمون، يعني انا بحكي لك في المناطق اللي هي تعتبر قدس الان. نعم. اللي هي المنطقه اللي فيها الكارثه الكبيره الاكثر. نعم. يعني انت مش قادر تتحرك في المره. نعم. يعني لسه في مناطق بي قد يكون في تنسيق الى حد ما اسهل، اما مناطق القدس كلمه تنسيق لها علاقه بالسياده، وبالتالي بتبقى الوضع كتير أصعب حتى تقدر تتحرك فيها. وبالتالي الناس بتبني طوابق، بيبنوا 12 طابق، والدفاع المدني بيقول لك أكثر من 6 طوابق أنا بقدرش أعالج أي حريق بيصير. بتحكي للناس ولا يا ناس اعملوا باركينج، ما حدش برد. وسعوا الشارع، ما حدش برد. ابعد عن جارك. يعني حاطيننا بفوضى عارمة، ومع الأسف الشديد الناس برضو قاعدة بتظلم نفسها وبتظلم مستقبلها، لأنه بتستغل هذا الظرف الاستثنائي ضد مصلحة البلد، ضد مصلحتهم في المستقبل. نعم، يعني تخيل أن يعني حسب الإحصائيات مخماس 871 مساحة المخطط الهيكلي، عندك 13,000 الواقع الخدماتي، يعني بيعطوا خدمات لما مساحته 13,000 دنم. إذا بنحكي عن جبع بنحكي عن 724,000 طبعا 724,000 دنم، ولكن الواقع الخدماتي ل 130. هذه واضح انه هي الخدمات، يعني هي الخدمات تعرف هذه تنظيم هيكلي من العمل وعضو تنظيم الهيكلي او 13,000 عفوا بغض النظر عن الارقام، يعني في فجوه، يعني في فجوه بالارقام، يعني فجوات ضخمه يعني بالارقام هذا ما بين الواقع الخدماتي وما بين المخطط الهيكلي. بالضبط، هذا دليل انه الخدمات غير كافيه، مش لا تغطي كل المشروع التنظيم الهيكلي. حتى هو تنظيم الهيكلي الان ضيق جدا، معظم هذه القرى تحتاج الى توسيع، ولكن التوسيع بده يكون على حساب سي، حساب سي بده اشكاليات واجراءات اسرائيليه مش دائما بتكون سهله. اثنين، هذه القرى اللي بتحكي عنها الجدار قريب منها، وبالتالي في قيود اخرى
كذلك فيها مستوطنات مهمة جدا، بقول لك ابعد عن هان وابعد عن هان ما تقربش هان، يعني كل هذه المنطقة تخضع إلى قيود خاصة استثنائية جدا وصعبة جدا. فاثنين عدم وجود الإمكانية برضو، يعني أنا على الأقل في داخل المساحة الهيكلية للقرية على الأقل يجب أن أقدم الخدمات المطلوبة اللي زي ما تفضلت أنت مش قادرين تقدمه. إمكانية لتحديث هاي المخططات الهيكلية لتتلائم مع التجمعات السكانية يعني التي لا يشملها المخطط الهيكلي، يعني وزارة الحكم المحلية يعني بتقدر تعمل بعض الأشياء، لكن زي ما قلت لك في قيود كثيرة، قيود كثيرة مع الطرف الآخر. أي شيء له علاقة مع الطرف الآخر اعتبر أنه مش سهل تتحرك فيه حسب مصلحتك، لأنه في النهاية كل شيء يخضع للأمن الإسرائيلي ولتوسع المستوطنات وللمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية العليا. إحنا بالنسبة لنا الآن اللي بنقوله كما يلي، أنا عندي قرية في ثلثها في خدمات ثلثين فيش خدمات، على الأقل حتى أغلي الناس قاعدين في القرية هذه أستكمل الخدمات في بقية الإشي اللي بإيدي اللي تحت سيطرتي أضعف الإيمان اللي بقدر أعمله، هذه فيش إمكانيات إلها، مش دائما بكون في لها إمكانيات، وبالتالي كانت تلعب دور. نعم، وهذا يؤثر على مشاريع الدعم من الجهات الأوروبية تحديدا أنها ملتزمة بالاتفاقيات، وبالتالي هي تقدم مثلا إذا كان عدد السكان وفق المخطط الهيكلي 10,000 يلتزموا بالدعم ل10,000 رغم أن العدد الحقيقي الموجود 30,000. هذا صحيح 100%. وهي مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة، والمشكلة الثانية أنه كل مساعدات الدونرز بالتأكيد إذا إسرائيل لم توافق عليها ما حدش بدفع ولا قرش، يعني خلينا نحط هذه بصراحة وما نخبي راسنا. اثنين، إسرائيل لن تسمح لك في بعض الأمور اللي لها علاقة بصمودك وبسيادتك على الأرض، هم بيعطوك بعض الخدمات الأشياء اللي هم مفروض يعملوها. نعم. فالدونرز بوفروا عليهم لا أكثر ولا أقل، يعني الشيء اللي هم مفروض يعملوه بيسمحوا للدونرز يعملوه، وبالتالي بكون وكيل لهم، ولكن في أشياء كثيرة مثلا تطلب بردوش عليك فيها. نعم. في أشياء كثيرة بردوش عليك، مثل مثلا مدخل كالنديا، في ترتيبات كثيرة وفي مشاريع كثيرة وأفكار اندرست حتى نحل الأشكالية لغاد اللي هي كارثة بكل المعاني، وسببها المعبر تبعهم والجدار. وبالتالي مش عادين بيستجيبوا يعني. نعم. مع تدخل خارجي من الدونرز برضو حتى الآن لم نصل إلى حلول. نعم. فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء المتعاقبة حول القدس وحضرتك وزير شؤون القدس، إلى أي حد تعتقد أنه يتم تطبيق هذه القرارات الخاصة بموضوع القدس ومواضيع الخدمات لهذه القرى قبل الجهات صاحبة العلاقة؟ نعم، يعني هي القضية أنه من المفترض طبعا أنه كل وزارة ترعى كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ولكن في بعض الوزارات ما بتقدرش تدخل في القدس حتى تعمل نشاطها، يعني الحكم المحلي بيقدرش يخش في القدس يساعد في عمل شارع، كذلك الأشغال العامة، في بعض المؤسسات يعني شغلها ممكن يكون فقط في الضواحي جوا القدس اللي هي التابعة للبلدية القدس، ما يسمى ببلدية القدس، ما في لهم حضور إلا عن طريق مؤسسات أو جمعيات أو مجتمع مدني وما إلى ذلك. إمكانياتهم إنهم يشتغلوا فقط في الضواحي القدس. هلأ مثلا يعني أنا بدي أقول لك مثل حصل معنا ومثل كارثي. نعم. شمال غرب القدس في مشروع مياه كلف 8 مليون يورو، دفعته الاتحاد الأوروبي وانتهى من سنتين، وانتهى بتغيير كل الشبكة ل 11 قرية، 11 قرية وفي قرية صغيرة 12 قرية. انتهت الشبكة وتم استلامها، وكان من المفروض اتفاق دائرة المياه أنه هذه الشبكة تأتي من شقة هدار اللي هي المستوطنة، بيجينا 50 كوب بالساعة، وبدنا ناخد 50 متر مكعب من النبي صمويل في سياق تصميم الشبكة هذه بموافقة إسرائيل طبعا. نعم. وإحنا هذه ما يطلع إحنا مشتريها من فحقها. نعم. يعني القضية ما مش ببلاش ولا خدمة. نعم. هم بربحوا عليها انت. نعم. علي، والشبكة على حساب أوروبا مش على حسابهم. نعم. يعني أنا بفهم دائرة المياه بتعمل شبكة بتتغلب وبتبيع وبتستفيد. صحيح. هم بيستفيدوا من غير ما يتغلبوا، كل شيء على حساب برا وبس. إيه هذا وقفوا، ما فيش شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. سرقة عينك عينك، ما فيش من قالوا لنا ما هي مش كافية هذه، إحنا كل الشغل عشان قوية الناس تشربش إلا مرة بالشهر عادي، تصور إشي كارثي. قالوا لهم تعالوا لدائرة المياه، إحنا بالنسبة لنا ما عندنا مانع نعطيكم، ولكن بدكم نتفق إحنا وياكم على أساس أي شيء تحتاج المستوطنات من هذه الشبكة أن يقدم كما يقدم لكم.
فيش فرق بين هاي شريك، يعني بدهم يعطشوك عشان ياخدوا سيادة على المستوطنات وقبول إلنا في هذه المستوطنات. شوف كيف بحاربونا. الاتجاه الدولي أو الأوروبي الداعم موافق على هذا الموضوع؟ لا، هي القضية الآن، القضية انتهت من فترة وبدأت الآن. هلأ بده يصير أم سياسة الأمن الواقع يعني تعاملت إسرائيل مع الموضوع للانتفاع من الشبكة. هلأ مشكلتنا أنه هالأوروبيين اللي تبرعوا في المبلغ هذا، طب ما في اتفاقيات. هلأ هذول جماعة ما بعرف هل في الاتفاقيات، مش بارزة كتير هذه الاتفاقيات. ما هي إسرائيل دائما تقتنص، بتغلي فراغات دائما، خصوصي لأنه في سؤنية عندها دائما. الناس التانية ما فيش سؤنية، الناس لا تشرب، في شبكة جديدة وفي ماء بدها تروح وبياخدوا حقها وميتهم، ما فيش مشكلة. يعني ليش أفكر في سؤنية؟ ولكن إسرائيل لازم تفكر إيش ما عملوا بسؤنية، لأنه موجودين في سؤنية، وجدوا على حسابات سؤنية. ما بنعرفش بده يصير، لكن طبعا دائرة المياه حتى الآن ما حلتش الموضوع. احنا بدنا نتصل فيها، لأنه احنا الآن يعني بداية شهر 4، ما بخلص الشهر هذا بيبدأ الصيف يحمى، فيش مي. يعني احنا يعني عدد كبير من السكان راح يكونوا في وضع صعب. هذه احدى اشكالياتنا، اشكالياتنا اللي المفروض ما تكونش مشكلة. يعني المية ميتي والشبكة ربنا بعتها من برا، وفي اتفاق مبدئي، وبدنا نشرب مي احنا اهل البلد. نعم، في جانب آخر وهو جانب السلام والأمن في هذه المناطق في القرى المحيطة بالقدس. أيضا يعني مثلها مثل باقي المناطق، قرى شمال شرق القدس تعاني من عدم الالتزام من النظافة وصولا للمخدرات، دون وجود ضابط أمني مسؤول أو حقوقي في هذا الجانب. يعني أبرز التحديات في هذا الملف، يعني الموضوع الأمني، إحنا نقول الأمن هو هذا الأمن المجتمعي اللي هي المخدرات. الموضوع الأمني عندنا بصراحة أحكي لك، يعني حسب الاتفاقيات مربوط بالتنسيق. التنسيق يعني أنت أي عملية بدك تكون فيها يجب أن تكون إسرائيل في صورة الأمور، وهذا الأمر مع الأسف الشديد ما بنفع، ما بيخدمناش. يعني إحنا مرات بحاجة إلى عمل أمني سري سريع مباغت. فإذا أنت بدك تطلب إذن من إسرائيل ويجاوبوك بعد 3 أيام أو 6 أيام، راح في سرية ولا في مباغتة ولا راح تجدي الشغلة، والجريمة وقعت، والجريمة وقعت وستكبر. هذا من هذا المنطلق، هذا هم معنيين إضعاف المنطقة اجتماعيا وأمنيا، حتى الناس تضج تهرب. ليه؟ لأنه هذه المنطقة هي مناطق يعني امتداد للقدس. بكرة عندهم القدس الكبرى، بهيئوا إلها، هيئوا لها المستوطنات الآن، بهيئوا يضعفوا كل ما يحيط بهذه المستوطنات الكبيرة العملاقة التي ستضاف للقدس لتشكل القدس الكبرى، وبالتالي معنيين أن يضعفوا المجتمع والتماسك في هذه المناطق حتى ينظفوها. وبالتالي كله مدروس، كله في استراتيجيات. ما في يعني الحلول، يعني حتى لو كانت يعني الحلول العلنية لهذا الموضوع فقط هو التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لحل هاي الإشكالية. هذا التنسيق. هلأ في بعض الأجهزة ممكن تتحرك حدود معينة. أنت علي؟ مثلا الشرطة لازم تنسيق. لأنه في لبوس وفي إشي. الأشياء الثانية اللي هي بالتالي المجالس المحلية فقدت يعني إمكانية تحصيل حقوقها. ما في شك إنه هذا الوضع بيعطل. يعني في عنا مشكلتين، في عنا المشكلة اللي حكيت لك إياها هذه اللي هي أنا بعتقد لا يمكن إنه تخدم كما يجب. طبعا في بعض العمليات اللي بتصير إحنا ما نقدر ننكر إنه في بعض النجاحات للأجهزة الأمنية عندما تكون يعني تتوفر لهم إمكانية الحركة الواقع. الجماعة متدربين وعندهم إمكانيات ومتطورين، نقدرش نقول لا. ولكن نسبة الجريمة والمخدرات يعني هي نسب منطقة مرتفعة في هذه المناطق، هي منطقة ثالثة. نعم. وبالتالي إذا في جريمة في منطقة ثانية 10% أنها بتكون 30% الإمكانية أكتر. نعم. إذا في أرضية خصبة. ليش المخدرات عندنا في القدس ومحيطها، محافظة القدس قد كل فلسطين واحد لواحد؟ لأنه عندنا في فلتان في إمكانية للحركة، في إمكانية للتجارة بالمخدرات، وبالتالي مع ضعف الإمكانية السيطرة، يعني كلها معادلات واحدة تصب في إضعافنا وإضعاف مجتمعنا، وكل هذا مربوط بالاحتلال. فاللي بنقوله إحنا إنه أجهزتنا الأمنية قادرة أن تتحرك، ولكن هذه القيود بتعطلها. وبنفس الوقت يعني نحن نريد أعداد أكبر شوية من هذا، يعني أعداد عندنا غير كافية، وهذا الشيء احنا بنطالب فيه المسؤولين، يجب ان يتزيد الاعداد حتى نغطي الفجوه. نعم. اذا العدد قليل والمشكله كبيره ما نقدرش نعمل شيء،
ولكن إذا في مشكلة وفي فجوات لكن العدد شوي كبير نقدر نلعب بنوعيات الأجهزة اللي بتقدر تتحرك أكثر. لكن اللي يجب أن نعيش مواطن بسلام ويجب أن يتوقف الاعتداءات بين الجيران وعلى المباني وعلى الأشياء، لأنه هذه أشياء بتساعد الإنسان أنه يعيش هادئ في بلده. غياب هذا الجسم وهذا الإطار التنفيذي السلطوي الفلسطيني عن هذه المناطق يضعف المجالس المحلية أيضا في هذه المناطق؟ ما في شك أن المجلس في نهاية المطاف بيكون في عنده مخالفة، يعني بده يشكل المحافظة، المحافظة بدها تصدر قرار بشأن وقف اعتداء معين عن طريق الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية يجب أن تتحرك، إذا ما كانش في إمكانية تتحرك بسرعة وبالسهولة المطلوبة وفي الوقت المناسب فالمخالفة ستكون موجودة وستستمر وتصبح أكبر. هل هنالك إمكانية للذهاب إلى ما يعرف مثلا بمحاكم البلديات للاستعاضة عن غياب المؤسسة القانونية أو الأمنية؟ احنا ما عندناش في البلديات محاكم. نعم. معظم هل يمكن استحداث مثلا؟ مش سهل والله. مش يعني سهل. مش سهل، لا مش سهل. يعني أنت القرى إمكانياتها وإمكانيات السلطة أن تفتح يعني بلديات، أنا ما بعتقد. ثاني شيء بدي أسألك سؤال، يعني حتى لو رحنا، يعني حتى لو رحنا على محكمة وأخذنا قرار، في التنفيذ نفس المشكلة، ما عملناش إشي. أوكي. ثبتنا الأمور أوكي، ولكن في التنفيذ نفس المشكلة، لأنه سيأتي التنفيذ متأخرا وبالتالي القرار اللي أخذناه يعني سيفقد معناه. فأنا بعتقد القضية هي قضية أنه هذه السيادة المنقوصة هي التي تخلق كل الإشكاليات. وأنا بعتقد في اللحظة اللي بتكون الأوضاع الأمنية الصلاحيات الأمنية بإيدينا عندنا قدرة نغلي الأمور تمشي أفضل من أي دولة في المحيط. نعم. أنا متأكد لأنه شبابنا كويسين ملتزمين مرتبين وعندهم انتماء، وبالتالي كثرة الإحباطات اللي مش قادرين يعملوا إشي بتأثر على نفسيتهم قاعدة. فأنا كثير مرات بجد أنه بدهم يعملوا أشياء يضبطوا الأمور ومش قادرين يتحركوا، وبالتالي الواحد يحبط، يعني بموت 100 مرة نفسيا لأنه مش قادر يعمل اللي لازم يعمله وعارف شو هو قادر يعمله. نعم. مشكلة، هذه مشكلة كبيرة هذه. نعم. في مفصل آخر له علاقة بالخدمات، يعني تشير الأرقام لتفاوت مثل ما ذكرنا بحجم الإيرادات مقابل النفقات في موضوع مثلا النفايات الصلبة. نأخذ نموذج منطقة شمال شرق القدس، شمال وشمال شرق القدس، عندك الأرقام تتحدث في هذا الموضوع، الإيرادات الشهرية للمجالس لا تكفي لنفقات خدمات إدارة النفايات الصلبة، فهي تقدر بحوالي 400,000 وشوي، يعني أقل من 500,000 اللي هي الإيرادات، بينما النفقات في ملف خدمة النفايات الصلبة يصل إلى حوالي 2,000,000، يعني إلا شوية صغيرة شكل. صحيح. فكيف بتسدوا هاي الفجوة وليش لليوم هاي الفجوة ضخمة في هذا في هذا الملف؟ دائما في ديون، يعني عملية السداد مش أنا ما شفتش في إشي، دائما في عندنا مشكلة في المياه، مشكلة في النفايات الصلبة، مشكلة في المكبات، يعني كل هذه مصاريف أخي مش سهلة. المواطن مش قادر يروح على أرضه يزرعها، المواطن شجره بنحرق كل يوم قاعد، وبالتالي يعني التحصيل، يعني أنتوا يعني في بعض المناطق مثل يعني عناتة يعني لا يحصل المجلس المحلي أكثر من 13%. صحيح. من قيمة الخدمات في جانب النفايات الصلبة. صحيح. وهذا طب هذا عجز مستدام راح يكون. وين يعني الحلول؟ ليش ما تعملوا الحاويات أكبر؟ ليش ما تستحدثوا مثلا أماكن لكب هاي النفايات أو لإعادة هيكلتها؟ في يعني في مشاريع بالنسبة للمكبات، في مشاريع بالنسبة للأمور هذه كلياتها، يعني كل هذه بتيجي مساعدات، يعني مثلا الدفاع المدني. يعني احنا قبل حوالي شهر كنا في احتفال في الدفاع المدني، تبرعوا لنا في عدد كبير من سيارات الاطفاء. تصور يعني ان احنا في محافظة القدس ثلاث مراكز، مركز في ابو ديس، ومركز في بير نبالة، ومركز في الرام، مفروض يكون عندنا ثلاث مراكز يغطوا المحافظة. ما فيش الا كان سيارة كنا نجيبها من بيت لحم. الان احنا بدينا نبني ثلاث مراكز وكل مركز فيه سيارة وملحقاتها. في واحدة الآن في الرام جبناها مؤقتا، اللي هي بدها تكون في الرام بعد ما ينتهي المحل البناء ستنتقل إليه. بير نبالة البناء على وشك أنه ينتهي وسيارته موجودة في بير نبالة، راح نقولها إله.
أبو ديس استأجرنا أرض من الأوقاف والآن جاري العمل في بنائها وسيرتها حاضرة في الدفاع المدني. إذن هذه كلها بنى تحتية ما كانتش موجودة، يعني هذه كلها كانت تجينا من بيت لحم. نعم. يعني لما صارت إذا بتذكر الباص، حادثة الباص في جبع. نعم. السيارة عشان تيجي من 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 مخيم من قدام معبر كلنديا بالوضع اللي انت عارفه، الخمس دقايق بدهم ساعة، كانت الأمور كلها خربانة. وبالتالي الآن احنا لما نكون في الرام نص دقيقة بتكون واقف في الشارع مسيطر على السيطرة. وبالتالي احنا يعني اخذنا عبر وبدأنا نحاول نعالج في سياق البنى التحتية الأساسية للمنطقة كلياتها اللي هي المحافظة. نعم. في نفس الملف يعني كمان حتى لا يتم مراعاة فصل هاي النفايات في عناتة مثلا، بتم جمع النفايات وحرقها، هي يعني النفايات إن كانت منزلية أو طبية أو حتى صناعية. نعم. وهذا يشكل خطر 100%. يعني هل أنتم مطلون على ذلك؟ هل حاولتم إيجاد يعني علاج لذلك؟ يعني إحنا الواقع يعني في شروط لكل شيء. نعم. والناس عارفة الشروط هاي، لكن في ناس بتخالف، في بعض المجالس نتيجة عجزها مش قادرة يمكن تضبط الأمور. ولكن في نهاية المطاف يعني احنا العنوان الأساسي انه هذه المناطق وهذه القرى اللي عددها 28 قرية تحتاج الى عناية خاصة لانه ظرفها استثناء كتير من جميع النواحي. وبالتالي اذا بدهاش تكون المعالجة خاصة وبدهاش تكون الامكانية مضاعفة عن غيرها من القرى الثانية، رح نضلنا في هذا الخلل. وبالتالي يعني اللي تفضلت فيه انتين، الشوارع فيها انها ناقص، الخدمات، المجاري والمكبات، يعني كلها فيها مشاكل هذه بصراحة كده. ماشي. يعني في تجربة في مخماس، يعني مخماس عندهم تجربة بجوز شوية حسب ما قرأت هي جيدة، بتم تجميع هاي النفايات في الأكياس ومن ثم نقلها. يعني لماذا لا يتم تعميم التجارب وإلزام يعني الوحدات السكنية بهذا النظام مثلا؟ قديش عدد سكان مخماس؟ تفضل. 500 بني آدم. نعم. لما أنا بحكي عن مخيم شعفاط وبتشوف في مدخل مخيم الأشياء كلها مستفة على المدخل، بحكي عن 50-60 ألف. أنا بحكي عن مخيم لما عملته الأونروا كان فقط يجب أن يتسع ل 3000، واليوم الآن في 55 ألف. بديش أقول زي ما بحكي غيري 60-50 ألف. ها، كيف يمكن لهذه الخدمات أن تفصل أو أن تعالج بالطرق الحضرية؟ احنا بتحكي هذا كل شيء يكون بمحله كذا، بدك يكون في نوع من المساحات والفضاءات اللي تسمح له. احنا الاوضاع اللي احنا عايشين فيها اوضاع كارثيه في بعض المحلات. نعم. كفر عقب، شوف العمارات، يعني هذه العمارات اللي بتشوفها انت، والله احنا بنحب البناء لكن كنا نتمنى انه يكون في طابق تحت الارض باركينج، الطابق الارض يكون جزء منه تجاري جزء باركينج حتى ترتاح الناس. هذه العمارات بس تخلص وكلها راح تنسكن في يوم الايام، صدقني راح يكون في عندنا كوارث اجتماعيه لا حصر لها. وبنقول للناس، بنقول احنا مش طالبين منكم رخصه، بنطلب منكم بالاخلاق بالصداقه ردوا علينا كاخوان. مش مسكين احنا عصاي لحد ولا بدنا ننفذ القانون لانه انتم شايفين ما الناس سيطره في هذا الوضع، لكن ترك الاحتلال لكم بهذا الشكل مش حب فيكم ولا تسهيل لكم، دمار لكم للمستقبل. افهموا الحكايه اللي بتجيب المتعهدين وبتجيب الناس وبتجيب اللجان وبتقعد انت وياهم تقول لهم يا عمي غلي طابق تحت الارض بلاش تنين انت. يعني انتشار هذه الابراج دمار يعني طالما بالنتائج. بالنتائج طالما اول شيء ارتفاع اليوم من 12 فوق بده يطلعوا. طب انا الدفاع المدني عندي احسن دفاع مدني بوصل 6 طوابق، صار حريق بالطابق التامن شو بسوي؟ مش راح تنحرق الدنيا؟ شو بقدر اسوي انا؟ يعني انا عندي امكانيه، ولما بنقول بس 6 طوابق مدروسه من جميع النواحي للامان بردوش يا اخي. وبعدين كيف في تسارع؟ يعني انت تقول هلا هو بنى 6، ها طب استنى شويه، ما هم 6 فاضيين لسه لا ينقلوا، بتكمل شويه بكون اوضاعنا اختلفت. بنوسع، نعمل تاون بلانينج جديد مع خدمات جديده. إذن التجارة هنا يعني أصحاب رأس المال يستغلون حاجة الناس والله في هذا البناء العشوائي، بس حرام عليهم والغير صحي. حرام عليهم، يعني في بيوت والله حلوة مرتبة وممكن كانت يعني تنحط فيها الوسائل الأمان أكثر، لكن مع الأسف بردوش. مثلا الشوارع الفرعية، يا أخي الشوارع الفرعية بين عمارتين بتلاقيها يعني مسافة بقدرش يتنفس الواحد، إذا فتح الشباك بصير وجهه بجهجاره. طب يا أخي يعني اعملوا بعض المعايير اللي انا ما بقولهم انه هلا هو بده يبيع الشقه ب 100 ألف شيكل، ها يا اخي يعمل باركينج تحت، ها ويظبط الامور ويضيق شويه، بلاش شقه في كل طابق زياده، بدل ما يكونوا 6 شقق يكونوا 5. وخذ 130، انت خذ مصاريك كلها، انا مش طالب منك بس
حط حيفرض على الناس حياة مرتبة في المستقبل بدعو لك. نعم طبعاً. بدي أسأل عن التفاوت في 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 أسعار تقديم الخدمات من قبل المجالس المحلية. يعني إذا أخذنا الموضوع اللي كنا نتحدث عنه النفايات مثلا باللاكي إن عناتة مثلا بيحصلوا 20 شيكل بالشهر من الوحدة السكنية، بينما ممكن لاكي جبع وحزمة بيحصلوا 15 شيكل. ليه ما في معيار واحد للرسوم حول الخدمات اللي بتقدم؟ يعني أنا بعتقد في مارجن، كل مجلس بياخذ حسب إمكانيات الناس، يعني أو حسب تكلفته ممكن بالمسافة أيضا يعني وين هو بيتم. يعني إحنا دير بالك مخماس يعني قرية نموذجية زيادة عن اللزوم. نعم. يعني شوف أنت مستوى البناء والشوارع والأشياء يعني، وبعدين جزء كبير من سكانها برا خارج البلد وكذا، وبالتالي مش يعني ما فيش فيها مشاكل. هل درستم يعني أو أي جهة فلسطينية درست إمكانية تدوير هاي النفايات وإعادتها يعني والانتفاع منها؟ والله يعني أنا بعرف توفير الحرائق، توفير المكان، إمكانية إعادة استثمارها بجوانب معينة. هل خصص تفكير ومشاريع لهذا الجانب؟ في دراسات يعني المكب اللي بدهم يعملوه في رمون مثلا، هذا الألمان بدهم يتبنوه، يعني مدروس من جميع النواحي اللي يكون فيه استفادة ويكون يعني الأمور تتعمل بطريقة كويسة. أنا بعتقد أنه يعني برضو أوضاعنا إحنا حتى مع المانحين مش أوضاع مستقرة تخضع للسياسة، يعني إحنا علينا شروط، ما حد بيساعدنا لأنه بده يساعدنا من ناحية إنسانية، من ناحية ناس غلبانين عندنا أصحاب قضية مؤامرة دولية بلعونا أرضنا، مش هيك النظرة. نعم. النظرة أوكي أنت وقفت المفاوضات نوقف هنا، أنت عملت كذا، لا إذا السجناء قاعدين بلاحقوا تعطوهم ما بتعطوهمش كنتينة ومش عارف إيش، سمعت أنت شو بحكي؟ نعم. نعم. يعني الأمور وصلت إلى درجة يعني أصبح الفلسطيني غير قادر إنه يتقبلها، يعني كل هالظلم وكل هالبلاء اللي هو فيه، وبرضه كل شيء يأتي مشروط ويأتي بطريقة ما فيهاش كرامة في نهاية المطاف. نعم، هنالك موضوع الصرف الصحي أيضا لمعظم هذه القرى، يعني هل إحنا بنعيش ب 2013 والناس لسه عم تستعمل يعني الحفر الامتصاصية؟ يعني مع الأسف 2013 مع الأسف يعني منطقة شمال غرب في عنا 15 قرية 16 قرية شمال الغرب، أنا بحكي شمال الغرب لأنه أكبر كمية مع بعض يعني لهم عدد، في قريتين أو ثلاثة في مجاري. نعم. بير نبالة وكلانديا البلد. نعم. كلانديا البلد وبير نبالة وبيت حنين. يعني حتى مخماسة اللي بنتحدث عنها إنها نموذجية فيش فيها شبكة صرف صحي. لا, لا مع الأسف يعني ما هو يعني هذه أشياء يعني بصراحة يعني هان أيضا نحملها للجانب الإسرائيلي، ولا إحنا عندنا كمان في الجانب الفلسطيني مسؤولية بهذا الاتجاه؟ هو هنا بصراحة أحكي لك، هو بصراحة يعني نعم. يعني إحنا لما نطلع على الموازنات تبعتنا كتير قليلة، يعني ضحلة، ما فيش عندنا الموازنات اللي بتسمح في التطور اللي إحنا بحاجة إله. اثنين يعني برضو إحنا شوي متأخرين بالدراسات وبالتحضيرات، المجالس تبعتنا مفروض تشتغل أكتر شوي تحضر، مفروض إنه إحنا برضو ما نركن دائما على موازنات السلطة، يجب أن يكون في قطاع خاص يشتغل ويساهم. نعم. يجب أن يكون إحنا في يعني بدي أسألك سؤال، هلأ مثل مخماس، مثل بير نبالة، مثل الجيب، مثل محلات كتيرة، أبو قش، إحنا في عنا محلات قرى يعني ولا بالأحلام، المباني والأشياء اللي فيها كلهم إخواننا اللي بيشتغلوا برا، بيشتغلوا برا وبيجمعوا فلوس وبيجيبونها بوطنهم ما شاء الله عليهم، هذا اللي حافظ على الأرض أصلاً، هذه الأخلاقيات، هذا تراثنا الفلسطيني، وبالتالي هذا الإنسان أنا بتأكد اللي بيبني هالدار الحلوة وبسكنش فيها إلا شهر بالسنة بإمكانك تأخذ منه مصاري للمجاري، تأخذ مصاري لمدرسة، تأخذ منه إشي ثاني، لأنه هذول جماعة موجودين برا ومتفاهمين، إذا كان في إمكانية لتسويق هذه المشاريع لبلده اللي هو جاي وبدعوت فيها صدقني ما بيقصره، هذا الإشي لازم نشتغل عليه إحنا، وبدون ذلك ما بنقدرش نركن على موازناتنا. عندنا موازنة 3.8 مليار دولار. نعم. يعني بتقدر تقول أنت أكثر من نصها رواتب، أكثر من نصها رواتب، ثلثين رواتب، لأن إحنا عندنا رواتب 220 مليون دولار شهري. نعم. يعني سنحاول أن نأتي إلى هذا المحور، ولكن في نفس المفصل الذي كنا نتحدث به، إلى أي حد هنالك إمكانية أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بالمساعدة في إيجاد وعمل
يعني في موضوع الصرف الصحي، وأن يكون هنالك مشاريع في هذا الجانب مستثمرة لحل مشكلة السكان. شو أحكي لك، الدونرز دائما في لهم نوعين من المساعدات، سواء كانوا عرب سواء كانوا غربيين. نعم. الغربيين يلتزموا، العرب عمرهم ما التزموا، قليل منهم بيلتزم مع الأسف. نعم. المشاريع في عنا نوعين، في عنا دعم للموازنة وفي عنا دعم للمشاريع، وبالتالي كل قرية بتقدم مشاريع لوزارة الحكم المحلي أو لوزارة الأشغال العامة أو لأي وزارة ذات يعني تخصص معين، هذه الأمور كلها تدرس وتقدم إلى الدونرز من أجل تبنيها، وبالتالي في أشياء كتير الآن متبناء وبدها تنشغل، ولكن هذه الشغلات ما بتخلص بسنة وسنتين لأنه تكاليفها كتيرة وإحنا متأخرين كتير. الاحتلال لما ترك الضفة الغربية ما تركش فيها إشي، ما ترك فيها إشي صح، وبالتالي نعم. أنت بدك تبدأ من جديد أكنك ابن نعم. اليوم. نعم. في هذا الجانب الخدماتي آخر سؤال وبعدها ما تبقى من الوقت رح نروح للجانب السياسي. في موضوع الجانب الخدماتي، هل يوجد في وزارة شؤون القدس وفي محافظة القدس لجان متخصصة ومؤهلة كل في مجاله فيما يتعلق بتقديم الخدمات ودراسة الاحتياجات لسكان القدس والقرى التي تحيط بالقدس وما يعرف بضواحي القدس؟ يعني شوف بصراحة المحافظة واجبها أن تساعد المؤسسات وتساعد القرى وتساعد المجالس أن تصل إلى ما تريد. إحنا مش جهة بتدعم، ما عندنا موازنات ندعم هذه الجهات، هذه الجهات تدعم من وزاراتها. يعني لما يكون في عندي مجالس في وزارة حكم محلي، أنا واجبي أن أكون أحضن المجلس أو أي مؤسسة في منطقة معينة وأروح لوزارة الحكم المحلي من أجل مساعدتهم والوقوف معهم ودعمهم وإيجاد الوسيلة لتنفيذ شيء من هذه المشاريع. هذا دورنا إحنا كمحافظة، لكن دورنا أنه يكون في عندنا موازنات، أنه هذا بده شارع أعمله شارع، هذا بده مثلا شغلة معينة أعمله إياها، هذه مش واردة، هذه بالنسبة على مستوى المحافظات. أما بالنسبة لموازنة وزارة شؤون القدس، وزارة شؤون القدس هي وزارة إنعاش للأمور اللي الوزارات الثانية تقدرش تقوم فيها، وبالتالي في إلى تخصص. مثلا اللي بنهد بيته في إله معالجة عنا، اللي بده رخصة في إله معالجة عنا، اللي بده مؤسسة بدها دعم في إلها معالجة عنا. يعني كلها شغلات تندرج في سياق الإنعاش، يعني زي وحدة إنعاش في المستشفى. هذه الشغلات مش موجودة في الوزارات الثانية، بتكون فيها وزارة شؤون القدس. أما الأشياء الموجودة في الوزارات الثانية فهي تقوم بواجبها في القدس، سواء داخل الجدار بصعوبة طبعا وأحيانا ما فيش، وخارج الجدار بالطريقة اللي بتعملها مع أي قرية أو مع أي جهة أخرى. لكن إحنا جوا الجدار وأحيانا في محيط الجدار، لأنه الجدار خرب جوا وبرا، عملية إنعاش، مشروع إنعاش تخصص له بعض الأموال غير كافية، ما بقول لك كافية لأنه معركة القدس أكبر من هيك. على ذكر الأموال، يعني معالي الوزير قمة سرت خصصت 500 مليون دولار لدعم القدس، أين ذهبت هذه الأموال؟ 2008. يعني أنا اللي بعرفه اللي وصل أظن 36-37 مليون. يعني العرب يتحدثون شيء ويقولون شيء آخر، مع أنه 500 مليون أحكوا أنهم بدهم يقدموا للقدس. نعم. وبالنهاية يصل 36-37 مليون. هذا الإشي اللي إحنا بنعرفه بعتقد دقيق. نعم. إحنا اللي قدمناه في سرت، قدمنا المؤتمر كان باسم القدس. نعم. والدفاع عن القدس وصمود أهل القدس، يعني المؤتمر ليس مؤتمر قمة لفلسطين كلها، لا القدس. مخصص القدس، والمبلغ خصص للقدس في سياق مشروع تم تنفيذه وترتيبه في مكتب سيادة الرئيس من خبراء ل 11 قطاع تحتاجها مدينة القدس، قطاع الشباب، قطاع المرأة، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الإسكان، قطاع الترميم، قطاع كل القطاعات هذه درست من خبراء وتم ترتيبها بحيث أنه أوجدت حوالي 428 مليون دولار على 3 سنين، فمن هنا جاءت النص مليار. نعم. وما
حصلنا عليه من سنة 2008 حتى الآن هو الرقم اللي يعني الإنسان 36 إلى 37 يخجل أنه يقوله أحسن ما يقوله الشيء. نعم. هذا هو الوضع الآن. سمعنا عن أشياء تانية فيما بعد. المبادرة القطرية الآن نتحدث عن مليارات. يعني حتى الآن ما وصلش إشي يعني. المبادرة الأخيرة الثانية. يعني التجارب السابقة تجعلكم غير متفائلين بالأرقام التي تقال في مؤتمرات يعني القمة. ليش نكذب؟ نحكي لأن والله ما إحنا متفائلين. والله معركة القدس مقصرين فيها العرب والمسلمين. والله إنه لما منقارن شو بيصير في الطرف الآخر يعني الإنسان بيستحي يحكي. شو بيصير في الطرف الآخر وشو بيصير في عنا؟ فيش نسبة. فيش نسبة تقول واحد لعشرة واحد لعشرين واحد لعشرين. فيش نسب تربط بينهم. وبالتالي الإنسان يعني لا حول ولا قوة إلا بالله مش قادر يحكي شيء. إحنا يعني نراهن على شبابنا اللي قاعدين بأجسادهم العارية بوقفوا المخالفات الاعتقالات. فيش واحد يعتقل أخذ بالك إلا بتبهدل وبدفع مخالفات وبيأكل قتل أخذ بالك وبيحبسوه في البيت إذا صغير وبيحبسوه بالسجن إذا برا أو بحطوه بمحل يخدم. معاناة معاناة كل المعاناة بنهدوا بنضوروا بقعدوا بالخيام برا. يعني يعني آخر حادثة صارت دار طبقين أربع سكن فيها أربع عائلات يا أخي. نعم. جيت أنا كانت الجرافة طالعة الغبرة اللي سنبيني على الأرض على الأرض شتى الدنيا مرميين برا بيت حنينة. يا عمي إيش إيش البني أدمين هاي؟ أرض مساحتها دمين ونص فيها طبقين وأربع سكن يعني بتاخد كمان ست طوابق فوقها. الأرض واسعة. نعم. ليش تهدوها أنت لي؟ ما أخذش رخصة. طب ما بياخد رخصة. ما هو بيحاول يقدم ياخد رخصة. أنتم مش قابلين. جيب ورقة ملكية وجيب ورقة مش عارف إيش. بعقده قدام الواحد الطريق بنسى حاله. وبالتالي في الآخر بهدوه برموه في الشارع 20 بني آدم. أنت واجبك تساعد تساعد. تستأجر له محل. تدبر له محل مؤقت في فندق. إنعاش. شغلنا إحنا وزارة شغلنا إنعاش. لأنه إحنا في إحنا في مسلخ قاعدين في القدس. يعني المصطلح مسلخ كل. تيجي ضريبة بتنزل على السوق. تيجي بتلاقي سوق مسكر. أسواق القدس 20-25% مغلقة أصلا. والله في ناس بينزلوا بيقولك والله ما طلعنا أجار القهوة اللي شربناها. سوق اللحمين نصه مسكر. سوق باب السنس اللي بودي الحرم هذا اللي فيه 118 دكانة أمرق عليه أشوف. كلهم قاعدين على البواب اللي بيشرب أرجيلة اللي بيدخن بطلع حنك معنا. فيش حد بيدخل عليهم. وهالمجرة في الأسواق الثانية. إذن المعركة في كل محل والضرائب مش تاركة حد. نعم. هلأ مؤسساتنا. عندنا فوق 100 الضرائب الإسرائيلية طبعا. آه طبعا مؤسساتنا تيجي تتطلع مثل يعني آخر مرة مثل الحكواتي. أنا امبارح كنت في اجتماع معهم طالبين منهم من سنة 2008 حتى الآن ضريبة مثقفات نص مليون شيكل. من وين بدهم يجيبوهم؟ نص مليون شيكل يعني. نعم. يعني يهدفوا إلى إغلاق المحل. نعم. كذلك في محلات أخرى المقاصد ملايين عليها. نعم. فيما يتعلق بالفترة الأخيرة كان هنالك حدث بأن ذهب على عجل الرئيس محمود عباس إلى الأردن واجتمع مع الملك عبد الله هناك وتم توقيع اتفاقية لها علاقة بالقدس وحماية القدس. يعني ماذا تعني من وجهة نظرك؟ يعني إحنا اللي بنعرف إنه فحوى هذا الاتفاق معناه إنه كان في اتفاق سابق على أساس في رعاية أردنية للمحاكم الشرعية وللأوقاف الإسلامية في القدس عندما صار فك الارتباط كما تذكر. لأنه هذه المؤسسات ذات حساسية كبيرة وإسرائيل طامعة فيها وبالتالي يجب إنه يكون في يعني في الصحة فك ارتباط أوكي، في التعليم فك ارتباط أوكي، بس في الشغلات هذه اللي هي لها رمزيتها وحساسيتها وإسرائيل طمعانة فيها يجب أن يكون هناك في استثناء. فحصل هذا الاستثناء له علاقة بالسياسة وبالأمن لمدينة القدس يعني هو حماية المدينة يعني هو أمنيا وسياسيا هو لحماية المقدسات والأوقاف. نعم. لأن المدينة أكبر من هيك كتير. نعم. بالتالي في عمق عربي وإسلامي فإحنا اللي المكان. آه اللي يعني بدنا نقول عنه إنه هو تأكيد لما كان في السابق ترتيبات. نعم. وإحنا كمان نقول إنه مع الخبرة اللي حصلت إحنا بصعوبة ندخل على القدس عادين. يعني أنا لما بدخل بكون في القدس وأنا مقدسي وساكن في القدس. نعم. لما بنتقل من فعالية إلى فعالية أنا كتير مرات أتابع وأمنع وبتسكر الفعالية وكذا. يعني على هذا المستوى. نعم. مش سامحين لنا نتحرك. وبالتالي اللي بدي أقوله أنا إنه إحنا كفلسطينيين وحتى الأردن
بتحاول تعمل، لكن الاستفحال الإسرائيلي في استحواذ المقدسات والأوقاف والمصادرات والسيطرة مستمرة، تحتاج إلى قدرات الأمة كلها. نعم. سؤالي الأخير هان وباختصار يعني معالي الوزير، لطبيعة الوقت شوي دهمنا، فيما يتعلق بتعدد المرجعيات في شؤون القدس، يعني هنالك العديد من المسميات التابعة للسلطة وللتنظيمات الفلسطينية ولمنظمة التحرير وللمؤسسات الأهلية، يعني هاي التعدديات يعني إلى أي حد هي سلبية أم إيجابية؟ نعم. يعني أنا بقول إنه إحنا بالنسبة لنا المرجعية الأساسية منظمة التحرير. نعم. ما بنقفز عنها ولا حد يقفز عنها أينما كان، ولكن بمؤسساتها ذات الاختصاص. أما بالنسبة للمرجعية الميدانية الواقع، المرجعية الميدانية هي المحافظة ووزارة شؤون القدس، هي التي تتابع المواطنين في داخل القدس بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كلها، بالتعاون مع كل الفصائل اللي عندها إمكانية للعمل والحركة، هو هذا الميدان. وبالتالي إحنا قضيتنا لا نريد مرجعيات إضافية، إنما نحن نريد أموال من أجل أن نفعل هذا التفاهم الموجود جوا البلد. لو وجدت الأموال بالشكل المطلوب صدقني فيش حد راح يجيب سيرة مرجعية، راح تبقى الأمور ماشية والناس تحل مشاكلها. قضيتنا إحنا دائما فيش أموال، في مشاكل في المؤسسات، وين السلطة على طول مباشرة. وبالتالي القضية إنه إحنا قادرين، يعني إحنا في أشياء كثيرة دخلنا فيها والحمد لله الناس راضية، وفي أشياء دخلنا فيها ما قدرناش نعمل إشي، الناس تقول لك وين أنتوا. فأملنا إنه يكون في عنا موازنات أكتر، أملنا إنه أمتنا تبعت الفلوس، إحنا فيش مانع تيجي عن طريق البنك الإسلامي للتنمية، ولكن في نفس الوقت البنك الإسلامي للتنمية يجب أن يستمع إلنا، إحنا أصحاب المشكلة، يستمع إلنا ويحاول يغير بألياته وبمعالجاته بشكل يتمشى مع الواقع اللي إحنا فيه. نعم. يعني معالي وزير شؤون القدس محافظ محافظة القدس الأستاذ عدنان الحسيني، إحنا بنشكرك جدا على هذا الحديث، ونتمنى لكل أهلنا وشعبنا بالقدس الصمود ومواصلة هذا المشوار الذي كتب عليهم بالرغم من الهمة، بالرغم من الهموم الكثيرة، إلى أن أهل القدس أصحاب همة تاريخية بحمد الله. أعزائي المشاهدين، أيضا أود أن أشكر هنا فريق مشروع النزاهة من أجل الفقراء في معهد أريج، احنا استعنا بمعلومات وبعض الدراسات التي قام بها هذا المعهد وهذا الفريق، فريق مشروع النزاهة في من أجل الفقراء في معهد أريج. أيضا الشكر موصول لإدارة فندق الموفنبيك ممثلة بالسادة سامح ناصر الدين والسيد مروان كتانة. أشكر زملائي اللي كانوا معي في حلقة هذا اليوم، الزميلة في التصوير كان معي الزميلة ميمي، والزميل هيثم صبيح، والزميل محمد حمامرة، وأيضا الشكر للزميل المخرج إياد العطيات. وهذه أيضا كمان لابد أن أشكر الأستاذ أحمد الصيام مدير الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس، وهذه تحيات معد ومقدم البرنامج محمد اللحام، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج أكثر من سؤال. نستودعكم الله وإلى اللقاء، وشكرا.